بالنسبة للقاء اليوم كان مع السي منير، لقاء كان هو جد رائع واستفدنا بزاف، لأن طرقنا لمجموعة ديال النقاط وكنا طرحنا على الموضوع اللي ناقشناه على الطاولة، هو كيفية مساعدة إخواننا المغاربة القاطنين بتركيا وكيفية تقديم لهم فرص ديال العمل. واتفقنا على إن شاء الله غادي يكون واحد العمل مشترك بيننا وبين السي منير باش نوظفوا أكبر عدد ممكن من المغاربة القاطنين بتركيا، ولأن كنلقاو بزاف ديال المشاكل والعائق اللي كيلقاوه هاد الناس هادو اللي هنا. ما بغيناش حنا نشوفوا خوتنا كينجروا لواحد الطريق ديال الانحراف او الى الهجره السريه، لذلك تنحاولوا نقدموا لهم الفرص ديال العمل وديال الشغل. بالنسبه اليوم كما شفتوا كان عندنا واحد اجتماع مع الناس، يعني المستثمرين المغاربه اللي كاينين هنا وكذلك الناس العراقيين اللي بغوا يقدموا يد المساعده بالنسبه للشباب المغربي اللي يعني تيقلب على فرص العمل خارج ارض الوطن. كذلك كاينين اتراك معنا كانوا معنا على في هذا الاجتماع هذا، واللي الحمد لله خرجنا بواحد النتيجه ان شاء الله هي غنديروا يد في كاملين ان شاء الله باش غادي نوفروا فرص عمل بالنسبه للمغاربه ان شاء الله اللي تيجيو لهنايا. حنا ما بغيناش الناس المغاربه اللي غيجيو لهنايا باش يجيو باش يحرقوا ولا الدعاره ولا كذا، بغيناهم يجيو باش يعني تكون عندهم واحد لقمه عيش ديالهم، تصون لهم الكرامه ديالهم، تصون لهم يعني المبادئ ديالهم، ويهزوا بالرايه المغربيه ويهزوا بسيدنا. هذا هو المهم اللي تنقلبوا عليه حنايا في هذه البلاد هذه. واليوم كان لقاء مع الاخ استاذ منير والبرنسيسة زهره جانا، ومشارك كان اجتماعنا مزدهر كثير ان شاء الله، وايد بايد ونعمل سوا. وانا صاحب مشروع شيلة، مجمع سياحي، قريه سياحيه في شيلة وفي يالوفا، توجد ايضا عندنا شقق سياحيه، ونحن مستعدين مع استاذ منير على هذا المشروع الخيري اللي يريد يقضي على البطالة. ونحن إن شاء الله سايرين على طريق ملكنا وتاج راسنا الملك محمد السادس، وإن شاء الله على عمل الخير يد في يد، وإن شاء الله سوف نحاول نقضي على البطالة في تركيا إن شاء الله، وخاصة أخواننا المغاربة وأخواتنا المغربيات.